السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم أجمل ترحيب في محاضرة جديدة من سلسلة محاضرات علم الكيمياء التي نتناول فيها مواضيع توبكس مختلفة من الكيمياء العضوية والكيمياء الحيوية وأصلتها بالحياة وأصلتها بمختلف اهتمامات الإنسان. اليوم موضوعنا سنتحدث فيه عن واحد من الموضوعات المهمة جدا في الكيمياء العضوية والكيمياء الحيوية، وهو كيمياء السكريات الثنائية الدايسكرايدز. السكريات الثنائية هي السكريات التي تتكون من ارتباط سكرين أحاديين، هذا واحد وهذا واحد، يرتبطون مع بعضهم عبر رابطة معروفة. والسكرين هذولا ممكن يكونوا لنفس النوع، يعني جلوكوز جلوكوز أو جلوكوز فركتوز، يعني أما لنفس النوع أو لنوعين مختلفين. هذه واحدة من الأشياء المهمة في هذا الموضوع. النقطة الثانية المهمة أيضا هو أنه ممكن للسكرين أن يكون لكل منهم حلقة مختلفة، يعني هذا ممكن يكون حلقة سداسية، هذا حلقة خماسية، أو اثنين حلقة خماسية أو اثنين حلقة سداسية. فالأشياء التي يمكن أن يختلفون فيها أيضا هي حجم الحلقة size of drink. هذا المركب الموجود أمامنا هو السكروز، اللي هو سكر المائدة، معروف إنه السكر اللي نستخدمه في بيوتنا، وهو سكر يتكون من سكر الجلوكوز والفركتوز. الجلوكوز بشكل بايرانوز حلقة سداسية، والفركتوز بشكل فيرانوز حلقة خماسية، وهو السكر الذي يتكون طبيعيا في نباتات قصب السكر أو في البنجر السكر النفط، ويتم استخلاصه بمصانع معروفة في العالم، وهو من تقريبا من أكثر المركبات الأضوية انتشارا في الوجود كله، في الكون كله. هذه ثلاث أمثلة على سكريات ثنائية مهمة، هي سكر المالتوز والسكروز واللاكتوز. لاحظوا أن سكر المالتوز يتكون من سكر الجلوكوز من الجلوكوز بالارتباط عبر هذا الأكسجين الإيثري، عبر هذا الأكسجين الذي سنسميه الرابطة هنا بعد قليل. في حين أن سكر السكروز يتكون من سكري الجلوكوز والفركتوز، أما اللاكتوز فيتكون من سكري الجالكتوز والجلوكوز. تلاحظون أن الاختلاف هنا يحصل عادة في نوع السكر وفي حجم الحلقة للسكرين المرتبطين ببعضهما البعض. لكي ينتج لدي سكر ثنائي لابد أن يتفاعل سكر مع سكر آخر، يتفاعل سكرين أحاديين، والتفاعل عادة يحصل في ما يسمى بالأنمر كاربون، اللي هي درجة الكربون رقم واحد في النظام الحلقي، والتي تعرف بأنها درجة كربون كيرالية. وهنا الارتباط الآخر يتم مع درجة كربون رقم أربعة، هذا في الأعم الأغلب. أن ارتباطات السكريات الثنائية عندما تتكون السكريات الثنائية فإن الارتباط يحصل في تفاعل مجموعة هيدروكسيل على درجة الكربون رقم واحد ودرجة الكربون رقم أربعة. هذا الصيغة من الاتحاد بين جلوكوز وجلوكوز، لكن ممكن أن تكون مختلفة في سكريات أخرى، يعني ممكن أن يكون الارتباط بين واحد ودرجة كربون مختلفة في الحلقة الثانية. هذا هو السكر الذي تكون من هذا الارتباط، وتلاحظون هذه درجة الكربون رقم واحد وهذه رقم أربعة، وبينهم هذا الارتباط عبر ذرة الأكسجين. هذه المجموعة OH هي التي تحدد الكونفيجريشن، يعني الأورينتيشن لهذه المجموعة هو الذي يحدد فيما إذا كان السكر هذا ألفا أو بيتا. فمثلا هذا السكر ألفا لأنه مجموعة OH تتجه إلى الأسفل، في حين لو كانت تتجه إلى الأعلى لكان السكر من النوع بيتا. و نعم هذا الصوره توضح لي الكيفيه التي يرتبط فيها السكرين الاحاديين لتكوين السكر الثنائي. هذه طريقه عامه، وهذا هو الذي يحصل في الطبيعه عاده، وهذا هو الذي يحصل اذا ما قلد الانسان هذه التفاعلات لانتاج سكريات ثنائيه في المعمل. طبعا التفاعل بدءا يسمى تفاعل كوندنسيشن، تفاعل تكثف، وفيه تتحد جزيئة سكر مع جزيئة سكر أخرى. والارتباط هنا أو التفاعل هنا يحصل بين الـ OH لدرجة الكربون رقم واحد من الجلوكوز مع
الاو اتش الموجوده على درجه الكربون رقم 2 في الفركتوز، وعمليه التكثف التي يتم عبرها لفظ جزيئه ماء تحصل بحيث ان الاو اتش التي على الجلوكوز على الانوميريك جلوكوز او الهيدروكسيل الانوميري على الجلوكوز تفقد ذره هيدروجين او يعني تعطي ذره هيدروجين الى مجموعه الاو اتش الكامله الموجوده على الفركتوز الموجوده على ذره الكربون رقم 2، وهذا سيؤدي الى تكوين جزيئه ماء اتش او اتش. يعني عمليه الكوندنسيشن تتضمن لفظ جزيئه ماء ومن ثم تكوين الداي سكرايد. هذه العمليه الكوندنسيشن تتضمن ايضا تكوين رابطه اللي هي نسميها الرابطه الجلايكوسيديه، والرابطه الجلايكوسيديه هي التي نقصد فيها الارتباط ما بين ذره الكربون رقم 1 او الانوميريه مع الاكسجين اللي هو صله الارتباط بين السكرين، هذه هي الرابطه الجلايكوسيديه. فالدايسكرايد السكريات الثنائيه تعتبر نوع من انواع الجلايكوسايد، وطبعا احنا مرينا على هذا التعريف للجلايكوسيدات وقلنا انها ممكن ان تكون الكيليه او اريليه، لنرد ان اذكركم ممكن تكون الجلايكوسيدات الكيليه او اريليه، وممكن تكون دايسكرايد وممكن تكون بوليسكرايد. ولذلك فهذه الجلايكوسيدات هي عبارة عن natural product، نواتج طبيعية مهمة جدا كمواد غذائية، مهمة جدا كأدوية، كعقاقير، كمستحضرات تحلية، مواد تحلية، يعني لها الكثير الكثير جدا من الاستخدامات الحياتية والصناعية. هاي الصورة تبين طريقة ارتباط الجلوكوز مع الجلوكوز في مركب ثنائي دايسكرايد اسمه السيروبايوس. وهنا أرجو أن تلاحظون أن طريقة الارتباط هنا أن الجلوكوز ارتبط من جهة البيتا، يعني هذا البيتا كونفيجريشن مع درجة الكربون رقم 4 في السكر الثاني. الفكرة من وضع هذه الصورة أمام حضراتكم هو البيان كيفية تسمية النومنكليتشر لهذه المركبات السكرية، حيث تشوفوا هذه الأربعة هي للدلالة على ذرة الكربون من السكر الثاني اللي ارتبط بهذا الجلوكوز، يعني سكر الجلوكوز الثاني، والبيتا هي للدلالة على كونفيجريشن هذا الجلوكوز، الهيئة المجسمة لذرة الكربون الكهربائية هذه هي بيتا، يعني المجموعة هذه متجهة إلى الأعلى مع هذا بمستوى هذه المجموعة رقم 6، والدي للدلالة على أنه هذا السكر هو من العائلة دي. فلاحظوا الجلوكوبيرانوسيل، فهذه المجموعة كلها تعتبر جلوكوبيرانوسيل مويتي مرتبطة بمن بهذا الدي جلوكوز. هذه هي طريقة تسمية الدايسكرايد، وطبعا التسمية راح تعتمد على نوع السكر الثاني المرتبط مع الجلوكوز، وحسب المجاميع التي يعني مجموعة نعتبرها هي الأساس في تكوين السبستريت، والمجموعه الثانيه او هذه هي الاساس في تكوين السبستريت، والثانيه نعتبرها بمثابه بيرانوسيل مويتي. هذا المخطط يبين لحضراتكم الطريقه التي يتم فيها الاستفاده من السكريات الثنائيه في داخل اجسامنا. مثلا العمليه ببساطه يعني هي the process of cleavage of disaccharides، عمليه تكسر السكريات الثنائيه الى سكريات احاديه، هذا هو الدايسكرايد. تتم عملية ارتباطه مع نوع من البكتيريا التي تفرز انزيم، هذا هي المايكروفايل اللي هي النتوءات او الذهب الموجودة على البكتيريا اللي هي تقوم بافراز الانزيم، وهذه هي نواة البكتيريا. هذا المكان هذه المنطقة تقوم بافراز المايكروفايل، تقوم بافراز الانزيم الذي يكسر المركب الثنائي السكر الثنائي، يكسره الى السكرين الاساسيين المكونين له، ومن ثم السكرين الاحاديين يذهبان الى مجرى الدم، ومن هناك يدخلان الى داخل الخلايا ويتم الاستفاده منهم. واحده من الاشياء المهمه في السكريات الثنائيه انها تقسم الى نوعين، تقسم الى سكر مختزل وسكر غير مختزل، reducing و non-reducing. وكثير من طلابنا والأخوة العاملين
في الكيمياء الناتشرال برودكتس او البايو كيمستري يجدون صعوبه في تحديد ما هو من هو السكر الثنائي المختزل ومن هو السكر الثنائي غير المختزل. طبعا اود ان اشير الى هذا من الاخطاء الشائعه في رسم السكريات للاسف في مختلف المصادر. في الكيمياء العضويه اذا رسمت هذه الزاويه فتدل على ان هنالك ذره كربون، في الحقيقه ما هو ذره كربون هامل، هنا ما توجد ذره كربون بارتباط مباشر بين هذا الكربون وبين الاكسجين. فهذه من الاخطاء التي نشير لها دائما في الكتب الموجوده في الكيمياء الحيويه، لذلك ارجو الانتباه لها. فعندما يكون الارتباط في بين السكرين بين ذرة كربون أنومرية وذرة الكربون رقم 4 تترك ذرة الكربون الأنومرية الأخرى حرة، يعني لدي مجموعة OH أنومرية في السكر الثاني، هنا يكون السكر مختزل. أما إذا كان الارتباط كما هو الحال في السكروز، ممكن نرجع إلى الصورة رقم 1، لاحظوا هنا الارتباط، هذا موقع أنومري وهذا موقع أنومري، يعني كلا الموقع الأنومري انشغل في تكوين الرابطة الجلايكوسيدية، وبالتالي فهنا لم يبقى لدي مجموعة OH حرة في موقع أنومري، وبالتالي هذا السكر يوصف بأنه سكر غير مختزل. إذا شرط وجود صفة الاختزال للسكر الثنائي هو وجود مجموعة OH الأنومرية من عدمها. هنالك طريقتين لتحليل السكريات الثنائية. الطريقة الأولى اللي ممكن نعملها في المختبر اللي هي عفوا هنا هذه الطريقة الحياتية، يعني ما دام في إنزيم، ولو احنا نستطيع أن نجري الإنزيم أيضا في المعمل، لكن عموما تحلل السكريات يمكن أن يتم بطريقتين. الطريقة الأولى باستخدام إنزيم في محلول مائي، هذا السكريز مثلا اللي هو الانزيم، او عندنا انزيم الانفرتيز هو الانزيم الذي يحلل السكر سكروز الى سكرين، فينكسر الرابطه الجلايكوسيديه ويرجع السكرين الى وضعهم السابق جلوكوز وفركتوز. فهذا احدى طرق الاستفاده او طرق التحلل كليفج اوف او الهيدروليسيس اوف داي سكرايد. الطريقه الثانيه باستخدام حوامض في وسط مائي، هذا ال H3O موجب اللي هو معناته بروتون موجب ايون حامض H موجب في الماء يصير H3O موجب، وهو الذي يقوم بتحليل بالكليفج اوف دايسكرايد، تحليل السكر الثنائي الى سكرين احاديه. اذا صار طريقتين، واحده انزيميه والاخرى الاخرى هي الحامض. نرجع إلى الصورة رقم 1 لكي أعطيكم فكرة سريعة عن التفاعلات التي يمكن تحصل على الدايسكرايد. راح أختار هذا السكر لأنه مهم. التفاعلات الاثنين اللي قلنا عليهم، واحدة منهم هي التحلل بالحامض والأخرى هي التحلل بالإنزيم، هذه إحدى تفاعلات السكريات الثنائية. من التفاعلات المهمة الأخرى أن هذه مجاميع الـ OH الموجودة على السكريات ممكن تحول إلى أسترات، فيتحول السكر جزئيا او كليا الى استرات بطريقه بتفاعل مع الاسيتيك انهايدرايد بوجود الاسيتيك اسيد او في وسط من التريدي. ممكن ايضا هاي مجاميع الاو اتش تتحول الى مشتقات اخرى، ممكن ان تتحول الى مثل، يعني مشتقات المثل، وايضا ممكن ان تحصل عمليه الميثليشن على كل السكريات. واحده من التفاعلات المهمه اللي نتكلم عليها وانهي بها هذه المحاضره، وربما كثير منكم لم يسمع بها لكن لاهميتها ساذكرها لكم، انه احدى المدارس البحثيه في بريطانيا اللي كان يقودها البروفيسور ليزلي هوف اشتغلت لسنوات طويله لزياده درجه حلاوه السكروز، وبعد سنوات طويله من العمل تمكنوا من زياده حلاوه السكروز هذا بمئات المرات وربما الاف المرات. والعمليه كانت تبحث في استبدال احد مجاميع الهيدروكسين، لا اعرف بالضبط اي مجموعه، لا اريد ان ازج نفسي في هذا الموضوع الان تفصيليا، بس الذي اعرفه انه تم استبدال احد مجاميع الهيدروكسين، قد تكون هاي المجموعه وقد تكون هاي المجموعه وقد تكون هاي المجموعه، بذره كلور.
فاستبدالها بذرة كلور، استبدالها المجموعة بذرة هالوجين كلور حصرا، أدى إلى زيادة كبيرة جدا في حلاوة السكروز، وهذا من التفاعلات المهمة التي اشتغل عليها الناس وصار عليها لغط وجدل كثير جدا منذ ثمانينات القرن الماضي. وطبعا نحن نعرف أن زيادة حلاوة السكروز تؤدي إلى تقليل الكميات المستخدمة منه في تحلية مختلف المنتجات التي تحتاج إلى عملية تحلية في الصناعات الغذائية. هذا ما أردت أن أذكره لكم من معلومات تخص السكريات الثنائية، أرجو أن تكون مفيدة وبعضها قد يكون جديد على حضراتكم. أتمنى لكم أسعد الأوقات، وأرجو أن تتاح لي الفرصة لتقديم مزيد من المحاضرات في مجال الكربوهيدرات، وخاصة متبقي عندنا السكريات المتعددة نحتاج أن نغطيها في محاضرة أخرى. إلى اللقاء في محاضرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.